قوي يا قادر، يا قاهر يا منتقم يا ظاهر. انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس. العون 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 العون. احضروا وبينوا، احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية. انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة. يا صاحب اللطف لطف بينا، والسمع يا صاحب اللطف لطف بينا، يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف. بارك الله فيكم وعليكم، بارك الله فيكم. مين ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك، تعال هنا صلاح، ابعد ابعد لاذوك. احمونا احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. تربينا في مكان، يا لطيف اللطف. تربينا في مكان ربنا قدير. تربينا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يعني انت يا انسي حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها، وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بضرب. يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دومه من الباب للطاق؟ وبعدين كلها تلات اربع ساعات وتوصل في السلامه، تقفش التلات بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك العربية؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حتة اديهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك انت، لو خطيت خطوة واحدة هتتقفش وتروح في داهية. اللي اقولي بالصلاة على النبي، هي البتاعة دي فيها قد ايه؟ بصي يا ست، الموديل ده فيه 40 جيب، كل جيب فيه كيس ب75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوه. 3 كيلو بودره؟ وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودره بكام؟ ما تزغرتي بالمره وتجيب لنا البوليس. فتوني انا خايف عليكي من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. ما قليلين الصراحه. طب ما اكلم صاحبك. بقول لك جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قومي البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. اللي مكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ انا مش مصدق الكلام ده صراحه. ما احنا البني ادمين كده جهله، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعينينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعه دول، ايه المطلوب؟ عايزه بخور بس غالي شوية، ب5000 جنيه. أقول لك عليه وتجيبه أنت ماشي، تديني فلوس وأجيبه أنا ماشي، اللي أنت عاوزه. طب أنا عندي حل كويس، أدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ أكملهم لك الخمسة. تبقى تجيب أنت البخور، دي حاجات غالية وتمنها بيدفع مقدم، أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا. خلاص يا حاج صلاح، إديني دقيقة أروح أجيب لك 5000 جنيه. أنا هاجي معاك يا محروس. استنى أنت. بص على مراتك. ايه يا ام صباح؟ خير ان شاء الله. مبروك عليك الجوازه الثانيه يا عسليه. ابو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار، بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه الثاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش؟ اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعه ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزه ايه تاني؟ ال 5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب 25000 جنيه يا حبيبتي.
علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحه اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسليه. انا هجيب لك 25,000 جنيه منين؟ من جهنم، انا مالي؟ انت مستني عليا اسبوعين بس، هضحك عليه باي كلام عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع؟ ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسلية. لأول مرة أعرف إن في دخول ب 5,000 جنيه. يلا المهم توقف على رجليها للسلامة.